بور ماشي ل اي ماده الجمارك الصناعه النقل. ولاية ورقلة استفدت من شاحنة خاصة لتدخل في حالة وقوع حوادث خاصة بهذه المواد الخطيرة، لهذا ارتأينا إلى تنظيم هذه اليومين دراسيين حول المواد الخطيرة أو المواد الكيميائية الخطيرة. راح نشوفوا خلال هذه اليومين بطبيعة الحال مفاهيم عامة حول المواد الكيميائية، كيفية التعرف وتحديد هذه المواد سواء من طرف الحماية المدنية أو من طرف المتدخلين الآخرين كالدرك أو الشرطة أو الجمارك إلى آخره. وراح نعطوهم بطبيعة الحال برنامج خاص تنوجيسيل، برنامج خاص لتسيير هذه المواد الخطيرة. التدخل في حالة كوارث كيميائية يتطلب يعني تقنيات خاصة وإجراءات خاصة كذلك لتفادي انتشار المادة هذيك، لأن المادة إذا كانت انتشرت راح تؤدي بضحايا بشرية وكذلك مادية وبيئية معتبرة، وبالتالي على مستوى العالمي يعمل بهذا البرنامج اللي راح يتكونوا عليه اليومين حتى نجموا نتحكموا في هذا الخطر هذا.